طب رح سمي لك انا هيك كم شخصيه وقل لي انت هيك كل واحد كيف بتساعده. ما بلشنا ما قلت لك شفت كيف ببلش حتى يرجع يكسبوا ساعه الناس. اوكي ليك يكسبوا ساعه الناس. اي شو يلا بلش. ورح يدفعوا لك اوبن بادجت كمان. في ناس هلا بتهلا ناطرك يلا. طيب خلينا نبلش مع رئيس عون. شوف الرئيس عون انا بعرفه شخصيا واذا بتطلع بتاريخه عنده قصه حلوه، حارب والنفى ورجع وشو بدك بكيف رجع وكيف الامور السياسيه، بس انا عم بحكي كمسيره واجى رئيس جمهوريه، يعني ايقونه هيك حلوه كان يختتمها بشكل حلو. فاليوم انا اذا بدي انصحه وبقول له بتدعي لمؤتمر صحافي بالقصر الجمهوري وتجيب مخرج غير اللي عم بتجيبه وتجيب مصور غير اللي عم بتجيبه وبتجمع كل الصحفيين قدامك وبتطلع بتبلش يا شعب لبنان العظيم بتقول له جبران تعالهم تقرطوا كفين على المنبر قل له إذا بعرف تحكي من هون تقرم لك جريك. وأنا بأكد لك ما في مطابع حتطبع صور كفاية لجنرال عون بلبنان. بس أنا راح صاحي أنا شايفك معلق السقف منيح. طيب نحن منستأذن راح صاحي بدكم شي منا؟ طيب لا لا خليني تابع معك. أنا وبديع عنا عشاء. شفت صراحة يعني بلشنا بس خليني أقول ما بيعرف موفق حرب هذا هو يعني وكل الناس اللي بتعرفه بيعرفوا أنه هو هيك خاصة نحن. ولو يا جزائل هلا دغري بعتك دغري. خليني تابع معك بدي أعطيك كمان اسم دكتور سمير جعجع. ليك دكتور سمير جعجع اهم شيء يكون في انسجام بين القائد وبين قاعدته الشعبيه. اذا بده يضل عامل غندي مثل ما عامل يغير اسم الحزب تيار القوات اللبنانيه في تاريخه، يعني حاسس انه هو خطابه في مكان وشارعه في مكان، هيك بذكرني بغندي، لازم يعمل انسجام، يا هو يبطل غندي يا يغير اسم تيار القوات اللبنانيه وانت بتعرف عندك شو معه نسمي؟ ما بعرف شيء على هاري كريشنا ما بعرف شو هول بيغنوا حب وسلام وطناجر طيب جبران باسيل يلي اوريدي هلا عم مشكل معه السيد جبران بتاخذ مصرياتك وبتحل عني كيف له خذ مصرياتك والحال ما في يعمل لك شيء ما له حل يعني انا بعتقد بعد اللي صار هوبليس كيس رئيس لجنه بنايه ما بيطلع انت معك خبر نحن على الهواء لايف ايه مش عم نسجل هذا مش مسجل ما في شيء يتقصقص ليه ما قلت هلا عم تقول لي لا طيب السيد حسن نصر الله ايه الي عون اه الي عون ايه الي بس انا وضع الي عون هو مسؤول الامن بالام تي في ليك بليز قال له قد ايه بده الموتور ليوصل من الضاحيه لهون قد ايه بده وقت؟ بده وقت لنعرف قديش بده ربع ساعة ليك سيد حسن ما حدا بيحكي عن انه شخص عنده اسلوب خطابي خيالي بس من وجهه نظر كوميونيكيشنز لما بيكون عنده خبر ما حلو يطلع الشيخ نعيم بيحمل الشيخ نعيم قاسم حلو شكله بيكون اذا بدك تنتقد حدا دائما الزعيم بيحط هو الهالي لقلوب دائما عنده حدا في هامش تنتقد له اياه والقاعده الشعبيه ما بتزعل يركزوا على الشيخ نعيم الايام بس هلا ان شاء الله عبينا في كاريزما معينه عنده اياها اللي بحبه والما بحبه بده يقعد ايه اكيد يسمع. اكيد في سطوه بالكلام واسلوب بالحكي وشخصيته وكذا مشان بس انا عم بحكيك كوميونيكيشن استراتيجي اذا بده يكسب شعبيه واذا في عنده شغلات ما منيحه ومواقف شو بده فيها وكذا ليش رح يجيب الشيخ نعيم هو اساسا ما انه كثير محبوب فماشي الحال وليد جنبلاط برجع ل وليد جنبلاط بنفس الملاحظة اللي قلتها عن الدكتور سمير جعجع بده يقرر وليد بيك وشي جيفارا دونت ميكس بده يقرر يا بيك يا شي جيفارا رئيس الحريري باجتماع الكتلة يتطلع على اليمين وعلى الشمال ويقرر إذا هاي الكتلة بيخليها أو ما بيخليها ومنه عايز ولا كوميونيكيشن استراتيجي يعني إذا طلع عديمة على اليمين وإذا شاف رضا طبش على الشمال انت برايك الجواب هو عنده يعني؟ اي هو الجواب عنده انت برايك لازم يخليها ما بدي اقطع برزق حدا بس انه هي كتله او كتله الاستاذ نبيه بري مهضوم الاستاذ نبيه بري انا محله بطل بحكي عبر المصادر وهيدي الدردشات الاربعه
اطلاع الناس بين اكثر، اقل شخصيه سياسيه بلبنان تعطي مقابلات، مع انه اذا بتعرفوا بالشخص كثير مهضوم فعلا وسريع البديهه وعنده حجه حاضره، ليش مخبى حاله؟ عم بيعتمد على كم واحد شباب كويسين خارجوا يزقفوا لجمهور النجمه بس انه مطل انت ناطر. طيب سليمان بيك فرنجيه ايش صيته انه هو بيقولها مثل ما هي، بس الايه ما بعم بيسترجي يقولها مثل ما هي، وعنده متحدثين بتياره وانت بتعرفهم، وزير السابق سعادي بيحكي كتير حلو، عنده المحامي صديقنا وضاح شاعر كمان كتير بيحكي حلو، يطفي هالفنيانوس اللي جابه حاطه بالوزارة ويشيب حدا يليق بطموحاته الرئيسية. ما بعرف، عم بحس انه بعرف في اصحاب ما بعرف اذا عم بفكر ارجع اسالك بعد شي سؤال.